ويخفى على احد صعوبة العملية التربوية بشكل عام، وبالاخص فيما تمر به سوريا الحبيبة. هذا الموضوع بشكل اساسي. انا كأم او كأي شخص، الندوة اليوم كانت عامة حول موضوع التعليم بشكل أساسي، التعليم من أجل المرأة السورية. تناول عدة محاور من الناحية الشرعية، محاور من الناحية النفسية، محاور أيضا اجتماعية وقانونية. بالنسبة لي تحدثت عن الجانب النفسي والتركيز على الجوانب النفسية والمشاكل والعوارض اللي بتكون لليافعات بسن معين، وبسم الله ما شاء الله ناجحات في عملهن وأدائهن. قمنا بعمل هذه الندوة باستضافة مدربين من عدة كوادر من الجانب التعليمي والجانب القانوني والجانب النفسي، حتى نناقش هذه الأمور مع بعضنا البعض، حتى نخرج إن شاء الله تعالى بنتيجة وثمرة لكي نحد من قلة الوعي في مجال تعليم المرأة. أنا